هنسيب دلوقتي حضراتكم مع موجز لهم واخر الانباء بصحبه زميلتنا هلا الحملة اتفضلي هلا شكرا مصطفى الثامنه صباحا بتوقيت القاهره السادسه بتوقيت جرينتش موجز الاخبار من التلفزيون المصري اهلا بكم حذر وزير الخارجيه سامح شكري من خطوره توسع رقاط الصراع وانتقال اثره المدمر على شعوب المنطقه واكد شكري خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الالمانيه انالينا بيربوك عقب مباحثاتهما بمقر الوزاره بالعاصمه الاداريه الجديده الرفض التام للاجراءات المتخذه لاجبار الفلسطينيين على التهجير من غزه مشيرا الى ان استمرار الاحتلال بدون شك من الاسباب الرئيسيه لعدم الاستقرار في المنطقه من جانبها اكدت بايرباك الرفض التام لتهجير الفلسطينيين معربه عن قلقها من اتساع رقعه الصراع في المنطقه قصفت قوات الاحتلال الاسرائيلي عشرات المنازل بمناطق خان يونس ورفح ومخيم المغازي بقطاع غزه، مما اسفر عن استشهاد واصابه العشرات. ياتي هذا في الوقت الذي وقعت فيه اشتباكات عنيفه بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والفصائل الفلسطينيه جنوب حي الزيتون بمدينه غزه. كما تمكنت الفصائل الفلسطينيه من استهداف تجمع لقوات الاحتلال بقذائف الهاون مما اوقع قتلى وجرحى في صفوف القوات الاسرائيليه. من جانبه اعلن الجيش الاسرائيلي مقتل ضابط في المعارك الدائره في غزه ليرتفع عدد قتلاه الى خمسمائه وعشرين قتيلا منذ السابع من اكتوبر الماضي أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن إسرائيل وافقت على مبدأ إرسال بعثة للأمم المتحدة لتقييم الوضع في شمال قطاع غزة تمهيدا لعودة الفلسطينيين النازحين، وقال بلينكن إثر محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتفق على خطة تتيح للأمم المتحدة إرسال بعثة بعثة تقييم ستحدد ما ينبغي القيام به للسماح للفلسطينيين النازحين بالعوده الى منازلهم في شكل امن تماما في شمال غزه دفعت قوات الاحتلال الاسرائيلي بتعزيزات عسكريه كبيره الى مدينه ومخيم جنين شمال الضفه الغربيه المحتله، واوضحت وكاله الانباء الفلسطينيه ان عددا من اليات الاحتلال العسكريه اقتحمت المدينه من كافه مداخلها خاصه المدخل الغربي من المخيم، وشرعت جرافات الاحتلال بعمليه تدمير للبنيه التحتيه عند مدخل المدينه مما ادى لاندلاع مواجهات عنيفه مع الفلسطينيين في عده احياء. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدات غرب رام الله وطول كرم. أعلنت الولايات المتحدة عن عواقب لهجمات قوات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون باتريك رايدر إن تحالف حارس الازدهار في البحر الأحمر يعمل بشكل فعال مع الشركاء الدوليين للتعامل مع التهديدات التي تستهدف السفن والتجارة الدولية. من جانبها أعلنت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن قوات تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا أسقطت 21 طائره مسيره وصاروخا اطلقتها قوات الحوثيين على جنوب البحر الاحمر باتجاه الممرات البحريه الدوليه. شدد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون على وجوب تعزيز الردع النووي لبلاده واكد الزعيم الكوري الشمالي خلال تفقده مصانع كبرى للاسلحه انه لن يتردد في اباده كوريا الجنوبيه اذا تجرات على ضرب بلاده. مشيرا الى ان سول هي العدو الرئيسي لبيونغ يانغ وشدد جونغ اون على ان الاولويه بالنسبه لبلاده دفاع عن النفس وردع الحرب النوويه قبل كل شيء ورياضيا وصل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى كودوفوار على متن طائرة خاصة للمشاركة في بطولة أمم أفريقيا التي تنطلق يوم الثالث عشر من يناير الجاري وخاض المنتخب بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأخير باستاد مصر بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية قبيل سفره ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مشوارهم بالبطولة بمواجهة موزمبيق في الرابع عشر من يناير ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات إنتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل